إذا قيل لك ما نراه اليوم من دخول الناس في دين الله من ذكر وأنثى، من صغير من كبير، من مؤمن من منافق، ما يرى من دخول الناس كلهم في دين الله ليتحدثوا في دين الله بما يشاءون، وهذه صورة تحدث وهي من ضمن صور، هذه صورة وهي التي تحدث في زماننا، يسجل مقطعاً صوتياً أو مرئياً وإذا به يتكلم في الدين أو يغرد تغريدات أو ما شابه ذلك مما يحصل في هذا الزمن أو ربما يحصل في مستقبل السنوات. إذا قيل لك أهناك حديث يشير إلى مثل هذا؟ فإن كان هناك حديث فما هو طريق النجاة؟ فقل نعم، هناك حديث يوضح ويشير إلى صورة من صور أحوال الناس في هذا الزمن ولربما يصدق في أزمان قادمة. ما هو ذلكم الحديث؟ الحديث هو في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يمكن لمعاذ أن يقوله من نفسه، فدل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا الحديث من معاذ من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما. ما هو ذلكم الحديث؟ والذي هو في سنن أبي داود ويشير إلى ما عليه الناس في هذا الزمن وما هو طريق النجاة. قال معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتناً. ما هي تلك الفتن؟ قال: يكثر فيها المال ويفتح القرآن فيأخذه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والمؤمن والمنافق، فلربما أوشك قائل أن يقول: قرأت القرآن ولم يتبعني أحد من الناس فسأبتدع لهم بدعة حتى يتبعوني. فقال معاذ رضي الله عنه: فاحذروا ما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم. قالوا له: وكيف نعرف الحق من الباطل؟ قال رضي الله عنه: إن على الحق نورا. قال: وزيغة الحكيم أن يأتي بالمشتهرات، مثل ما يحدث ولنكن صرحا، ما يحدث من تغريدات أو بيانات يستغرب منها الناس في دينهم، بل ويستغربونها فيما يتعلق بمروءتهم وأخلاقهم. قال: أن يأتي بالمشتهرات، وفي رواية بالمشبهات، وهي بالفعل مشتهرة ومشبهة على الناس حتى يقول الناس: ما هذا؟ لما؟ لأنهم يستنكرونها. وأقول إنما يحدث في مثل هذه الأيام أو في هذه السنوات من تلك التغريدات أو المقاطع أو البيانات أو ما شابه ذلك، فإن هذا الحديث يشير إليها. إن على الحق نورا،
علق ابن رجب رحمه الله على هذا الأثر في جامع العلوم والحكم فقال: إن القلب إذا كان مؤمناً وانشرح صدره بالإيمان فإنه لا يقبل مثل هذه المشتبهات المشتهرات، لأن قلبه مليء بالإيمان فإنه يرى الحق نوراً ويرى أن على الحق نوراً. قال: ونظير هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فانظر رعاك الله، إذا كان قلبك لا ينكر مثل هذه الأباطيل بل هذه السخافات، فابحث لقلبك عن علاج، ولا علاج له إلا ما جاء به الشرع، لأن هذه مصيبة في دينك. فإن كنت تدافع عما يقوله هؤلاء مما ولجوا في شرع الله، تدافع عنهم وتبرر مواقفهم وآراءهم الباطلة التي تأتي إلينا تباعاً ليست مرة ولا مرتين، فهذه مصيبة أعظم. إن على الحق نورا، إذا لم تنكر هذا الباطل مصيبة في دينك. إن بررت لهم أو تابعتهم أو أيدتهم فهذه مصيبة أعظم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى الممات.